ان مرضى السكر هم اكثر عرضه لمشاكل الكبد او اكثر عرضه مثلا ان هم ممكن يجي لهم فيروس سي. تمام. هل دي حقيقه؟ لا، هو فيروس سي حضرتك دي عدوى، يعني فيروس سي عشان نقفل النقطه دي، هي عدوى عن طريق الدم ومشتقاته. يعني أوكي. واحد هيتعمل له تدخل جراحي، سواء عمليه او اي اجراء جراحي، او تنقل الدم مش مظبوط، ملوث بدم مريض مصاب، من الممكن ان يصيب سليم. أوكي. فدي قصه. ولكن لقينا ايه؟ اللي مرضى السكر فعلا بيبقى مساله تدهن الكبد عندهم بشكل عالي جدا بالنسبه للنوع الثاني، بيبقى فيه دهون على الكبد. النوع الاول هو بيعتمد على الانسولين، بيبقى نلاقي مركب الكبد بيبقى فيه كلايكوجين عالي جدا جدا، نتيجه ان فيه سكر زايد جدا جدا في الجسم واكبر من قدره الكبد على التعامل. لقينا برضو ان الكثير من امراض الكبد مع تطور المرض وحدوث المضاعفات زي التليف، لقينا نسبه كثيره منهم بيجي لهم سكري، احنا بنسميه حتى هيباتوجينس دايابيتس، يعني سكر نتيجه تعب الايه الكبد نفسه. فاذا طب ننصح بايه يا دكتور مرضى السكر؟ ان هم ياخدوا بالهم من موضوع الكبد، او ياخدوا بالهم لو حصل لهم اي عرض من الاعراض، مشكله مثلا من المشاكل هنا، لازم يتنبهوا يعرفوا ان ده انذار. لا، انا بشكر حضرتك طبعا، سؤال مهم جدا. مريض السكر، اولا التعامل مع مرض السكر له عوامل كتير قوي، تنظيم ان انا اعرف نسبة السكر عندي ايه، نسبة التراكمي، لان في بعض السادة المشاهدين عندهم سكر بيعتمدوا على الصيام فترة بس، لا ده كلام صحيح، لازم كل فترة اعمل مستوى السكر اللي هو التراكمي، بيديني حالة السكر في الجسم خلال 3 شهور السابقة. المريض السكر اولا التعامل بتنظيم غذائي ده مهم جدا جدا، الاكسرسايز اللي هي الحركة والتمارين والحاجات دي مهمة جدا جدا، والمشي ده اهم ده حاجة، ده مهم جدا جدا جدا. أوكي. والادوية، شوف انا قصدت ان اقول الادويه مش رقم واحد، يعني تعامل، يعني بنسمي السكر ده مرض صديق للاسف الشديد، ولكن لابد ان نتعامل معه بطريقه صحيحه لكي اتجنب اضراره. طب يعني ايه الادويه؟ هي ايه علاقتها الادويه دي؟ هو الادويه هي بتتحكم في مستوى السكر، واحد السكر عنده مش منضبط وعالي، يعني حضرتك قصدك ان هم ياخدوا بالهم من الادويه ومواعيدها وكده؟ بالظبط بالظبط، يعني ستريكت، يعني لازم ان انا اكون يعني بقى بالظبط كده، ومش مسألة الصبح أخدها بالليل وبالليل أخد الصبح جرعة الإنسولين، لا مش مشكلة أنا تعبانة شوية. أوكي. الكلام ده فنلاقي إحنا مشاكل كتيرة جدا، زي ما قلت حضرتك عدم انضباط السكر، المريض السكر بيدخلني في تدهن كبد بالنسبة للنوع الثاني، بيدخلني في مشكلات أخرى بالنسبة للنوع الأول المعتمد على الإنسولين. فإذا التعامل مع مرض السكر في الكبد ده أهم جدا، هي علاقة يعني الاثنين بيأثروا على بعض. طيب خليني يا دكتور استغل وجودك معايا النهارده كده في اقل من دقيقه، فضل. حضرتك تقول لكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا في انبوكس عيش صح، تبس صغيره علشان نخلي بالنا من الكبد ونهتم شويه بنفسنا. طيب احنا موضوع الساعه حمله 100 مليون صح، انزلوا وشاركوا وبالمجان، هطمن على فيروس سي، هطمن على الامراض الغير معديه اهمها السكر والضغط والسمنه. ننزل، ده موضوع ساعة دلوقتي. أوكي. أنا بقى أحافظ على نفسي، لازم تغذية سليمة، التغذية السليمة دي حسب الفئة العمرية، لكن عموما لازم الأكل بتاعنا الهرم الغذائي لازم يحتوي على مضادات الأكسدة زي السلطات، الفاكهة، العصائر الفريش، أتجنب دايما المواد الحافظة، والمواد الحافظة بتعامل معاها الكبد. أيوة. البعد عن عايز أقول الجانك فودز والوجبات السريعة والترانس فات اللي هي الدهون المتحولة والحاجات دي كلها، مع الرياضة السليمة دي مهمة جدا، والوقاية بالسلوك الصحي القويم داخل المنزل عند الأدوات الخاصة بتاعتي في المجتمع والمنشآت الطبية. دكتور محمد اتشرفت جدا بوجودك معايا النهاردة في عيش صح. شكرا جزيلا. كان معنا دكتور محمد عز العرب، أستاذ ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومي للكبد. كده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، لسه معنا فقرات تانية من عيش صح.